ولكن انا قبلت. ليه؟ كرمال عبد الوهاب لاقول للناس ان نور الهدى تقاسمت البطولة مع عبد الوهاب في فيلم لست ملاك. صحيح مهما حاول الشخص منا انه يتذكر بيضل الكلام ناقص، لانه سنين ما فينا نختصرها لا بساعات ولا بايام، وبيبقى انه نتذكر الاهم والاحلى، البداية لاي عمل، والتفاؤل بانه الانسان قادر دايما يعطي الاجمل والافضل. الذكريات اثمن كتاب ممكن انه يمتلكه كل شخص، لكن المهم انه اذا رجعنا للماضي نرجع نسرد الاحداث بصدق، خاصة اذا كانت احداث بسجلها التاريخ ليتذكروها الاجيال. نور الهدى من ابرز القامات الفنية بلبنان والعالم العربي، وللتاريخ رح تبقى اجمل ذكرى. هلأ انا كنور الهدى فناني مثل ما بيقولوا قطعت مرحلة من عمره كبيرة بالفن. لو في منتج أو مخرج بيشتغلوا للفن، أنا لو كنت منجي، أنا لو عندي المصاري الكافية كنت بجيب نور الهدى بعمل له عمل خاص، بعرض أعمالها السينمائية، أعمالها التلفزيونية، أعمال الإذاعية بكون مجلد. بس بكل أسف، بكل أسف بقلك هالبلد هاي لبنان كيف الله خالق فيه فنانين رفعوا اسمه برا، مش نور الهدى بس، في أمثال نور الهدى كتير رفعوا اسم لبنان. كيف الله خلق بلبنان فنانين رفعوا اسم لبنان بالخارج وما في أشخاص يقدروا؟ لا حكومي بتقدر، لا أشخاص بتقدر. هالشعب اللي بيقدر هالفنان هذا ما بيطلع بإيده يعمل أعمال فنية لهالفنانات، ما بيطلع بإيده. بدأ الفنان اللي متمكن من فنه، مش نور الهدى، في توفيق الباشا مين عم يقدره، وليد غلمية مين عم يقدره، مين بدي قلك ملحنين، شفيق أبو شقرة، مين بدي قلك عدة ملحنين، زكي نصيف، مين زكي نصيف مؤخرا، سامي الصداوي، هالفنان هيدا اللي قطع مرحلة كبيرة كبيرة من عمره. أنا رحت زرته مبارح لما عرفت إنه مش مبسوط، صدقيني كسرت الدنيا لغاية ما جمعت الشخص اللي بدي رافقني على فرنسا واللي عم يكتب مذكرات نور الهدى. خلق يعني كيف بيقولوا لبت الأرض تجمعتهم، ورحنا شفت سامي الصداوي. سامي الصداوي بكل صحة جيدة، ما عنده غير قريب وهو بصحة جيدة، وكتير انسريت انه كانت مناسبة عيد الفصح وأخذت له بيضات العيد معي، فجلسنا عنده شي ساعة ساعة ونص، وقال لي يا نور أنا بدي أعمل لك شي. قلت له إن شاء الله بس أرجع من فرنسا يا سامي. حملني سلامات وبوسات على الخدين. قال لك بوسي له نور، ما هيك إيه؟ هو بيحب الجنس الناعم، لأن بيحس على أنه هيدا الجنس الناعم الله بيحبه، لأن لو ما الله بيحبه ما خلق فيهن هالنعومة والحساسية. شو كنت بدي أقول لك؟ برجع وبقول لك أنا لو كان عندي المادة الكافية كنت بعمل هيك لنور الهدى. من كل فيلم بعمل له برنامج، من كل فيلم بخد له مشهد مشهدين، من كل فيلم بخد، وبرجي الناس كيف كانت نور الهدى هي وشابي، شو عطت نور الهدى هي وشابي، وهلأ برجع لنور الهدى وبرجي نور الهدى بالشباب وشو عطت، وبرجع لنور الهدى بعد ما مر عليها سنوات عديدة من عمرها بالفن. ولكن بكل أسف هون الأعمال
أعمال مكسب فقط لا غير. خبر حبيبي الدهر في حكم لعب بقلب النوى والقهر لعبة حكم يا بنساعدتك اللبنانيه لا بالدور انه ساعدتك شوي بتسجيل اغاني اغاني حبيتيه وحبيت من انا بالاذاعه اللبنانيه كانت الحكومه الفرنسويه بعد موجوده هون وكانت عامله اذاعه اسمها اذاعه لوريان الشرق اذاعه الشرق مسميتها اول ما انطلقت من الاذاعه اللبنانيه انا وكنت اتقاضى من الاذاعه اللبنانيه 3 ليرات لبناني وسافرت على القاهرة ورجعت كرموني كمان الموظفين بالإذاعة واجوا على المطار استقبلوني بكوربي زهور كتير عظيم ورجعت جيت سجلت لهم بالإذاعة اللبنانية كانت ارتفعت الأجور بدون مقابل أنا أصبحت كنت نجمة سينمائية مقابل هالاستقبال اللي قدموني رحت على الاذاعه وقدمت اغنيه من غير مقابل للاذاعه انا ما بنسى فض الاذاعه اللبنانيه على نور الهدى مش بس على نور الهدى حتى على فيروز حتى على مين بديك على كثير فنانين وفنانات بالاذاعه اللبنانيه سبب انطلاقنا حبيبي يوم الفراق عذاب للمحبين يا له من عذاب يا حبيبي يوم الفراق Thank you.
عاش في هذا المصاب غير نار في مهجتي في اتقاد غير نار في مهجتي الإذاعات هي اللي بتلعب دور بتهذيب ذوق المستمع بالأغاني. مش الإذاعات، المقيمين على الإذاعات بيهذبوا ذوق المتفرج. المتفرج شو بهمه؟ هلأ المتفرج بردون بهالكلمة، الحمار بيمشي بالدرب مرة اثنين ثلاثة بيصير يروح ويجي لوحده، بيحفظ الطريق. بتحطوا مثلا أغنية بتكرروها بالجمعة 5 مرات غصب عنه الجمهور بيحفظها. بتجي لمطربة من المطربات إلهم قيمتها بتحطولها بالشهر أغنية، كيف بدي يسمع هالمستمع هالأغنية ويحفظها من أول مرة؟ كيف؟ ما في القائمين على الإذاعة أو الإذاعات مش عم يعرفوا ينسقوا البرامج. أنا مش ضروري حط نور الهدى أو أمثال نور الهدى بيغنوا هالموشحات الأندلسية وهالقصائد اللي إلها الأغاني الكلاسيك، مش مضطرة تحطوا لها بكير الصبح أو الظهر، حطوا لها سهرة. خبريني، هالحيوية والعصبية كانت كمان أيام الشباب؟ تعرفي مستشار الإذاعة المصرية شو كان يقول لي؟ كان يقول لي انت بتكلميني والكربك بايدك. بكير يا عيوني يا عيوني بعد بكير، بكير دق الحب عبابك، درب الهوى صعب صعب عليك كتير، عدرب كل شوك شو جابك، شوك شوك شو جابك، شو جابك يا عيوني. بكير يا عيوني يا عيوني بعد بكير، دق الحب عبابك، درب الهوى صعبي صعبي عليك كتير، عدرب كل شوق شو جابك، شوق شوق شو جابك، شو جابك يا عيوني. تتحمل طنا ما فيك ارتاح، شو صاير عليك ارتاح، ما فيك تتحمل طنا ما فيك، لاحق عشم الورد والتفاح، لاحق عشم الورد والتفاح، لاحق عنيران الهوى تكويك، شو 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 جابك، شو جابك يا عيوني. ست نور الهدى بمذكراتنا مع سامي الصداوي ذكرك بأغاني غنيتي له إياها، وبيعتبرك من أصوات الرعيل الأول، من الأصوات اللي ما بينساها، من الأصوات اللي بحس بالكلمة واللي بقول أنه نادر وجوده اليوم. فشو رأي نور الهدى بسامي الصداوي؟ أنا هلأ عم بسمع منك رأي سامي الصداوي بنور الهدى. أنا أحترم سامي الصداوي فوق ما تتصوري، لأن سامي بيجبرك تحترميه لأنه هو محترم نفسه جدا. هاي بالنسبة لشخصيته. أما بالنسبة لألحانه وكلماته، ما بعتقد أنه في ملحن يشعر بإحساس ويلحن بإحساس ويعطي الكلمة بإحساس مثل سامي الصداوي. سامي الصداوي فنان موهوب، الله عطاه الشيء، الله هو بيعطي الجميع، ولكن بفرق
بين هاي وهاي وهاي، ناس بيعطيهم 100% إحساس صادق، ناس بيعطيهم 10، ناس ما بيعطيهم، وهكذا. أما بالنسبة لسامي السيداوي ثقي، أنا لو كان هو، أنا كنت أشعر أنه سامي بعز شيء اسمه نور الهدى. لو كان عنده جرأة سامي السيداوي كان يمكن يتجوزته نور الهدى، لأن كثير من التفكير والأخلاق مطابقة لنور الهدى. يعني أنا بقلك أنه سامي ونور الهدى عقليا كثير قريبين لبعضهم، والإحساس واحد، وهو بيشعر بالكلمة قبل اللحن وأنا بشعر بالكلمة قبل اللحن. شو الأغنية؟ بتمنى له لسامي السيداوي طولة العمر، ويعطي ويعطي ما يسكت، يعطي أغاني لسامي ما بذكر منهم غير قل لي يا ساكن قلبي، وأظن موجودة بالإذاعة لأن أنا سجلتها بالإذاعة اللبنانية. هاي تذكري مطلعها هالأغنية؟ لا ما بتذكرها، بس بتذكر إني سجلتها للإذاعة اللبنانية، وأرجو إذا كنتم بدكم تحطوها كلها، ما تحتجوا مثل بعض الإذاعات بتقلك أغاني نور الهدى طويلة منحط نصها، بيكون اللي عم يغنوا جداد بيغنوا فيها 10 أغاني. مش من جيل اليوم، نور الهدى ما غنت غير أغاني إلى قيمتها، إن كان كلمة أو لحن أو إداء. نور الهدى ما تجملوها بأي فنان، لأن نور الهدى مميزة، وقلت لك مميزة، الله سبحانه وتعالى ميز نور الهدى، مع احترامي للجميع وثقي على أنه نور الهدى معجبة بنور الهدى، وأتمنى على كل فنان بيطلع جديد يمشي طريقة نور الهدى. لو رجعت خلقت مرة تانية نور الهدى، شو كانت بتعمل بالحياة؟ كانت بتعمل نور الهدى، ثقي على انه كانت بتعمل نور الهدى، ونور الهدى اخذت اسم نور الهدى باستحقاق.
لأن إذا بتفسري ما معنى نور الهدى شي عظمي. أنت قلبك على غيري وأنا قلبي عليك، وشايف الدنيا ونورها من نور عينيك. أنت قلبك على غيري وأنا قلبي علاقتك بأختك وبالعائلة. أنا قلت لك أنا بعد ما ينتهي عملي برجع على البيت كبنت عائلة، بنت بيت، بجلي بكنس البيت، مسح غبرة. أيام بتكون أختي مشغولة بتقلي الله يخليك تطبخي هالطبخة عني، بقول لها طبخ مش كتير بعرف، بتطبخها مثل ما أنا بعرف، تقلي إيه إيه طبخي بيها مثل ما أنت بتعرفي، كل شي بعرف بعمل. يعني أنا بحس حالي فنانة ومش فنانة، فناني اثناء عملي وخارج عملي بنت بيت طبيعية. اذا البيت بده كناسي بكنسه.